هل أنتما متأكدان من أنكما لم تنسيا شيئاً؟ نعم يا أمي. الماء؟ أجل؟ والكثير من الطعام؟ أنت وضعته؟ وضعت طعامي في حافظتي الجديدة. تصرف حكيم يا جزر. حسناً، استمتعوا بوقتكم ولا تنسوا أن تخبروا فارعة بأنكم ذاهبون. لن ننسى، وداعاً. وداعاً. هل تعلمين يا سراب؟ لن أضيع مفتاحك مجدداً، صدقيني. حقاً؟ وما الذي يجعلك متأكداً؟ لأنني سأثبت خطافاً أمام بابي وأعلق المفتاح عليه وسأعرف أين هو دائماً. صحيح يا همام؟ ثق بي يا همام، إنها فكرة رائعة وستنجح بكل تأكيد. صباح الخير. أهلاً يا أولاد، أرى حقائب كبيرة، هل ستذهبون في نزهة؟ أجل، إلى جبل الأصدقاء. يوم مناسب لفعل ذلك. فارعة، انظري إلى حافظة طعامي الجديدة. أوه، إنها جميلة ولامعة أيضاً يا جزر. كن حذراً، إنها تعكس أشعة الشمس إلى عيني مباشرة. أنا آسف. لا مشكلة، استمتعوا بيومكم، سأراقبكم من هنا. شكراً لك. وداعاً. انظرا إلى أي علو يمكنني أن أقفز. هل نأكل الآن؟ جزر، أنت تسأل كثيراً عن الطعام، ألا تفكر إلا في الأكل؟ ليس تماماً. إنها حافظة طعامك، لا تطيق صبراً حتى تفتحها. ربما. هاي، انظرا، نستطيع رؤية فارعة. مرحباً فارعة. رأتنا. لقد أصبح الجو حاراً الآن، فلنسترح قليلاً. وهل يمكننا تناول الغداء؟ حسناً يا جزر، سنتناول الغداء، لنبحث عن مكان ظل. هيا. يجب ألا نترك نفايات وراءنا. هذه لا تخصنا. أنت على حق، ولا يبدو أنها قديمة أيضاً. إذن هناك من يتنزه غيرنا هنا اليوم. أجل، وهم بالتأكيد أشخاص لا يكترثون بنظافة البيئة أبداً. هل ترى أحداً يا جزر؟ أبداً يا منى. أرى دخاناً. دخان؟ أجل، انظر هناك. لابد أن المتنزهين الآخرين أشعلوا ناراً في مخيمهم وغادروا من دون أن يخمدوها. هل يمكننا إخمادها؟ فات الأوان، إن النيران تنتشر بسرعة. هذا عمل وحدة الإطفاء، علينا أن نعود ونعلمهم بالأمر. أي. هل أنت بخير؟ آسف، لا أظن أن في إمكاني المتابعة. اذهبا أنتما وأنذرا وحدة الإطفاء. مستحيل، يجب ألا نترك المصابين بمفردهم. سأبقى معك يا راجي، إننا نعتمد عليك يا جزر. لا تقلقا، سأتولى الأمر. كن حذراً. سأفعل. هذا رائع، أرى فارعة. فارعة، فارعة، فارعة. لا يمكنها رؤيتي، وأعلم أنها لا تستطيع سماعي. ما الذي سأفعله؟ وجدتها. علمت من فارعة أن حافظة طعامي تعكس ضوء الشمس وتبهر النظر، ربما أمكنها رؤية هذا. ما هذا يا ترى؟ تذكرت، لابد أنه جزر مع حافظة طعامه. تبدو كإشارة، هناك خطب ما. نبهان، أحدهم يرسل إشارة من الجبل، أخشى أن يكون الأطفال في مأزق. علم، إنها مهمة لساهر وسراب، اطلبي منهما الذهاب على الفور. جيد، الخطاف جاهز، كل ما علي فعله هو تعليق مفتاح سراب به. أين هو؟ أين المفتاح؟ من فارعة إلى ساهر، هل تسمعني؟ أجل يا فارعة، ماذا هناك؟ احتمال وجود حالة طارئة على الجبل،
عليك تفقد الوضع على متن سراب. على الفور، لا أصدق هذا. أين اختفى المفتاح؟ لقد وضعته هنا، أنا متأكد. ربما ساحر، أين أنت؟ أنا قادم، لحظة واحدة. هيا هيا، أين هو؟ همام، أين وجدت المفتاح؟ شكراً يا همام، لابد أنني أسقطته مجدداً. حسناً، إلى الجبل. إن النيران تمتد بسرعة. يا إلهي، أسرع يا جزر أرجوك. حريق، من ساهر إلى دهشان، من ساهر إلى دهشان، أجب. أسمعك يا ساهر. دهشان، هناك حريق كبير في الجهة الشمالية من الجبل، ويبدو أنه ينتشر بسرعة. حسناً، اسمعني، أريدك أن تعود إلى محطة الإطفاء وبأقصى سرعة ممكنة. علم يا دهشان. فهمت، يريدنا جزر أن نتجه إلى هناك. أجيبي. نعم يا ساهر. إصابة في جبل الأصدقاء يا لينا، إنه راجي ويبدو أنه لا يستطيع السير، ولكن منى معه. شكرا لك، سنأتي حالا. استمري، إنه حريق كبير، نحتاج إلى الكثير من الماء. هل امتلأ الخزان؟ تقريبا، قليلا بعد. نعم، حسنا، يكفي، انتهينا. كيف تشعر الآن؟ أفضل بكثير، شكراً يا لينا. انظروا، وصلت سراب. يا له من حريق. اسمع يا ساحر، عليك أن تتبع إرشاداتي جيداً قبل أن تطلق الماء. مفهوم. إلى اليسار، أكثر، توقف، تأهب، أطلق. أحسنت صنعاً يا ساهر. هل خمد الحريق؟ أجل، نجحت المهمة. رائع. إنه مجرد التواء وسيشفى قريباً. قمتم بعمل رائع، أحسنتم صنعاً، خاصة جزر على إرسال الإشارة. ومنى، لأنها فعلت الصواب بعدم ترك أخيها المصاب بمفرده. لحسن الحظ أنني اشتريت حافظة الطعام هذه. أتعلم؟ إنها أفضل مكان يمكن أن تحتفظ فيه بمفتاح. ماذا؟ كنت أمازحك، فقد وجدت المكان الأفضل لمفتاح سراب، إنه بيت همام. صحيح يا صديقي.